عمر سفينة الشحن تيانغ بينغ رقم 778 بمحركات الديزل، لكن قبل نصف سنة أصبحت تعمل بمحرك هجين بعد تزويدها بنظام محرك جديد. كان هناك تلوث ناتج عن استعمال النفط، لكن الظاهرة تلاشت بعد استخدام الغاز الطبيعي في المحركات. سنزيد من ترويج واستخدام الغاز الطبيعي في الخطوة التالية، وفي نفس الوقت سنقوم بإعادة تصنيع السفن التي تزيد حمولاتها عن 400 طن لمعالجة مياه الصرف الصحي لتأكد من أن المياه أكثر نظافة وأن الملاحة أكثر أمانا. كما تعمل مجموعة تشاينا ميرشنز أكبر شركة شحن على نهر اليانتسي على تسريع تطوير السفن الخضراء الاصطناعية، وذلك من أجل زيادة تعزيز تطوير النقل البحري الأخضر في الحزام الاقتصادي لنهر اليانتسي. نبني الآن نوعا جديدا من السفن يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود. سيتم تحويل أسطول النقل النهري الحالي في نهر اليانغزي إلى جيل جديد من فريق شحن في نهر اليانغزي يتميز بتوفيره للطاقة وصداقته للبيئة وأمنه. قال فو كانفون إنه سيتم تصنيع أسطول الطاقة النظيفة يعمل بالغاز الطبيعي في منطقة دلتا نهر اليانغزي، وسوف يضم 50 سفينة تتراوح حمولتها من 8000 إلى 10000 طن، ستحل محل 50% من السفن الحالية، مما سيساهم في تحسين هيكل السفن وتحسين الكفاءة الاقتصادية للأسطول وخفض تلوث البيئة وكذلك تلبية الطلب في السوق. وفي ذات الإطار قامت إدارة شؤون الملاحة لنهر اليانغزي التابعة لوزارة النقل والمواصلات الصينية بتفكيك وإعادة تصنيع 44,000 سفينة قديمة وزيادة عوامل الأمان. نخطط لبناء محطة تعبئة الغاز الطبيعي في النهر اليانغزي لخدمة السفن التي تستخدم الطاقة الجديدة للغاز الطبيعي. كما نفكر في استكشاف القوارب الكهربائية بالكامل، حيث يمكن شحن الكهرباء بعد وصول السفينة إلى الميناء بالحد من استخدام وقود الديزل المتسبب في التلوث الهواء من بعثات العوادم.